سعد الله صباحكم أخواتي إخواني. في الطقس ده هذا النهار إن شاء الله الحال غادي يبقى مقلب ما بين غيام وصفا ولا غالب فيه صفا مع الشمس في النواحي اللي في شمال الخط الناضور الدار البيضاء، بحال حتى في درعا تافيلالت وفي باقي السواحل اللي في شمال الجديدة. أما في المناطق الأخرى الحال صافي ومشمش، الريح غادي يصوت غربي ومعتدل في القوة ديالو وما مجهد شوية إلا في عبدة في سوس وفي السواحل الصحراوية. الرطوبة في الجو هابطة ما بين 15 و50% في عامة النواحي، ما عدا في اللوكوس عبدة وواد الذهب فاش غادي تفوت 55%. الحرارة وسط النهار تقريبا بحال ديال البارح ولا زايدة عليها شي درجة ولا جوج، 19 درجة في اللوكوس، 22 درجة في الأطلس المتوسط، 23 درجة في عبدة، 24 درجة في الريف، 25 درجة في ناحية سايس، 26 درجة في المنطقة الشرقية وواد الذهب، 27 درجة في الغرب وناحية الشاوية، 28 درجة في دكالة، 29 درجة في درعا وناحية تافيلالت، 31 درجة في ناحية تادلة، 32 درجة في ناحية الحوز، 33 درجة في الساقية الحمراء، و35 درجة في ناحية سوس. إذن الحال معتدل عامة ومقلب شوية ما بين غيام وصفا مرة مرة، بالخصوص في النواحي الشمالية والغربية. الريح غربي ومعتدل في القوة ديالو، الرطوبة هابطة عامة والحرارة بدأت تطلع شوية وسط النهار بالخصوص في النواحي الوسطانية والجنوبية واللي فيهم خير الله شجر ديال الزيتون، واللي هذا الطقس غادي يمكن يشجع فيهم التكاثر ديال حشرات السوسات الزيتون اللي تتبدأ تسلط على الورق في هذا الأول، وهذا علاش لازم من المراقبة والاحتياط منهم إلى بدأوا يبانوا. وإن شاء الله بالتوفيق ورمضان مبارك سعيد وكل عام وأنتم بخير والله يرحمنا.